التربوية والأسرة الجامعية. إشراك الجامعة الجزائرية في التنمية المحلية والوطنية. هذه السنة انطلقت الأبواب المفتوحة بالأمس إلى غاية يوم 15 في الشهر القادم. هذه فرصة لتقديم شروحات وإعطاء معلومات فياضة للتلاميذ الذين نتمنى لهم أول النجاح في البكالوريا حتى يلتحقوا بالجامعة ويكون اختيارهم صائب وفي محله، وتكون إن شاء الله دراستهم في الجامعة يعني على أساس اختيار جيد إن شاء الله. أنا والزملاء تاعي من ثانوية حشود باش نشوفوا الجامعة والشعب اللي فيها، وباش نزيدوا ندوا توجيهات ونزيدوا نتعلموا ونزيدوا نجتهدوا أكثر وأكثر ونزيدوا ثاني ندوا نصائح مليحة. جينا اليوم من جامعة قاضي مرباح باش نزيدوا شوي تحفيز مع أنه الوقت ما بقاش. نتمنى إن شاء الله كامل ننجحوا، نتمنى التوفيق لجميع الطلبة في جميع الشعب.